ومعنا من اسطنبول هاتفيا سيد مصطفى كامل رئيس تحريري صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك سيد مصطفى. بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فإن المشهد السياسي في العراق لا يزال قائما على أسس الطائفية، على أساس طائفي. انطلاقا من هذا التقييم، برأيكم ما جدوى الانتخابات وما الذي سيتغير بعدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي السادة المشاهدين الكرام. كل العملية السياسية منذ وهي مشروع الغزو والاحتلال السياسي، منذ إعلانها في مجلس الحكم ثم كل المحطات اللاحقة، هي قائمة على الطائفية وعلى المحاصصة الحزبية والعرقية، ولا قيمة على الإطلاق لأي انتخابات جرت أو ستجري في العراق في ظل هذا الدستور المحاصصي وفي ظل هذا النظام السياسي الذي يرسم خطوطه العريضة والتفصيلية، الاحتلال الأمريكي والإيراني المشترك للعراق، وتهيمن عليه مؤسسة الحوزة الدينية الشيعية في النجف. وبالتالي هذه الانتخابات التي تجري في هذا الإطار وفي ظل سيطرة الميليشيات لا قيمة لها على الإطلاق. الديمقراطية الانتخابية لا يمكن أن تتم في ظل سيادة الميليشيات وفي ظل نظام محاصصي توافقي فرضه المحتل الأمريكي والإيراني على العراقيين. طيب كيف تقرأ ظاهرة الاغتيالات الجارية في صفوف الطبقة السياسية، وكيف يمكن فهم التحالف بين المالكي والعبادي؟ منذ اليوم الأول للاحتلال قام في 10 نيسان 2003 قام مقتدى الصدر وأتباعه باغتيال أحد عناصر الاحتلال الأساسيين وهو مجيد الخوئي في النجف. وبالتالي استمرت منذ يوم الاحتلال الأول وحتى هذا اليوم عمليات الصراع السياسي، عمليات الصراع بين أقطاب المشروع السياسي الاحتلالي في العراق. والعملية توزيع حزب الدعوة على قائمتين انتخابيتين بين حيدر العبادي ونور المالكي، في الحقيقة هذا مخطط يهدف إلى جمع أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، وبالتالي هي ليست عبارة عن صراع كما يصوره البعض بين القياديين، بين مسؤول الحزب والقيادي في الحزب حيدر العبادي، وإنما يعني بين مسؤول الحزب نور المالكي والقيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي، وإنما هو مخطط خبيث بينهما لهذا الغرض. وأنا استمعت إلى تسجيل مسرب قبل شهر تقريبا بصوت نور المالكي يؤكد أنه تم الاتفاق مع حيدر العبادي على هذا الأساس، التوزع على قائمتين لحصد أكبر الأصوات وثم الالتئام في تحالف بعد إعلان النتائج الانتخابات. نعم. طيب إذا كانت واشنطن تسعى بالفعل إلى تغيير في العراق وإيقاف نفوذ طهران في داخل العراق، لماذا لم نرى أي خطوة بهذا الاتجاه مع تنامي النفوذ الإيراني داخل العراق؟ في سؤالك يأتي الجواب. إيران، الولايات المتحدة بالحقيقة لا تهدف إلى إنهاء نفوذ إيران. لم نجد أي خطوة حقيقية على الأرض. كل ما رأيناه هو تغريدات لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على تويتر وتصريحات لهذا المسؤول أو ذاك وتحليلات هنا أو هناك. أما على الأرض فما يزال الدعم الكامل لنظام المنطقة الخضراء الذي تهيمن عليه إيران، دعم كامل من جانب الولايات المتحدة وإصرار كامل من جانب واشنطن على استمرار هذا النهج في العراق. نعم، شكرا جزيلا لك سيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.